ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ايش توقعون ظلال الشجرة هذه؟ شجرة صارت بنظر الناس بين مادح وساب. فبحاول اني باختصار سريع اجيب فوائده، متى تزرع ومتى تزال وتقطع، اللي هي البرسوبس. امشي انا يوم قبلت على القصيم بعد مسدره على اليمين وعلى اليسار برسوبس قديم مزروع عمره اكثر من يمكن 30 سنة، بدون سقيا بدون شيء. مناطقنا اللي ما به رطوبة، ما به صبخ، ما به تجمع مياه دائمة، هذه ما يمنع إطلاقا أنه يكون به برسوبس، لأنه لا يتكاثر هو إلا بالمناطق العكس قلت اللي قلت هذه. فإذا طلعت من القصيم رايح للرياض على اليمين وعلى اليسار، تبي تشوفه هنا على اليمين وعلى اليسار كل شجرة تحتها ظلال، به سيارة موقفة، اللي واقف يصلي، اللي واقف يتغدى، واللي واقف يستظل بالظل. فلذلك لا نصير حنا مرة متحمسين ونصير هدفنا أننا نزيله، لا، خلّه بس هنا لا تزيله، خلّه وزرع زيه. شوف ليش صملت هي، ترى كان مزروع معها أنواع كثيرة جدا وانقطعت، فما صمل إلا البرسوبس هنا. لكن يجي واحد يزرع يقول يا بزرعه بجدة ولا بزرع بالدمام ولا بزرع مناطق فيها صبخة أو رطوبة، طبعا أقوله لا، وغلط، وأكبر أكبر غلط. شوف ولد الظل الوفير به، وهي برسوبسة على السريع عمره فوق 30 سنة، لا تشرب ولا شيء. فهذا هو الفرق. الشجرة الأخرى غير البرسوبس شجرتنا وتمثالنا ورمزنا حنا بالسعودية، الشجرة هذه الآن حنا على السريع، تشوفون شلون على السريع هذا موقف يستظل ويصلي بها بهلثلة، لا تشرب ماء ولا شيء. فلذلك ودنا نزرع بالطريق السريع على الرياض، قصيم الرياض، نبتتين ثنتين اللي هن طبعا كثار الطلح معها نواوا، لكن الاثله والطلحه ايضا والنفود ارطه، يعني المنطقه هذه ان شاء الله تعالى قريبا، هذه النفود الشمسيه قريبا باذن الله تعالى بتشوفون الارطه بكل النفود هذا باذن الله تعالى، كله من الرؤيه السعوديه الجديده.